تفضل حبيبي. انت بالمسلسل عم تجسد دور صقر، وحسب ما شفنا في اول حلقتين انت طالب حقوق مستهتر بالدرس، علاقتك غير جيده مع والدك، لك علاقه انت وناصر الدوسري او عبد الرزاق بالمسلسل مع مافيا، وبتقوموا بافعال مشبوهه. شو اللي شجعك انك تقدم هيك نوعيه من الادوار؟ شوف اخوي سيف، العمل قبل لا يعني يكتب او يحضر كنا قاعد نجهز له مع الاستاذ المخرج احمد عبد الواحد، حط لمساته فيه. طبعا العمل من تاليف الاخت الغاليه حبيبه العبد الله، فاستفزني الدور، شخصيه انا مو مسويها من قبل، الولد اللي هو الشيطان اللي هو التكالي مستهتر مثل ما يقولون، ولد امه مستهتر، نعم، وتاثيره على يعني وتاثيره اصدقاء السوء. يعني انا كنت صديق السوء للفنان الغالي ناصر الدوسري اللي هو شخصيه عبد الرزاق. فراح تشوفون في العمل، ما بيحرق عليكم، شلون تأثير أصدقاء السوء على بعض. وإحنا العمل يدور دور أحداث عن طلبة حقوق وكلية قانون، وشلون تشوفون الفساد من عميد الجامعة لآخر. بيبلش الفساد من أهل القانون طبيعي يعني. طبيعي. من الروس الكبيرة. يعني نترك المشاهد يشوف عشان لا نحرق عليه. ممتاز. طب عبد الله، عايز اعرف منك احداث العمل دلوقتي بتدور حول زي انت ما قلت استاذ القانون الجنائي الدكتور عادل اللي بيجسد دوره خالد امين، وظروف بتجبره يمكن ان هو يرتكب فعل جنائي معين بيهدد بتدمير حياته الاكاديميه والعائليه وما الى ذلك، غير طبعا ان هو كمان استاذك. فعايز اعرف شكل العلاقه بينكم هتتطور ازاي، بين الطالب واستاذه، وايه اللي هيحصل بالظبط في عالم الفساد ده؟ انت عاوز احرق لك طبعا هلا اذا ما حرق اذا ما حرقت لنا بنتصل بخالد امين واحد من بيناتكم. اوجه التحيه حق استاذ طبعا اكيد لكم تشاهدون العمل. هيك حرقتنا اكثر بكل الاحوال. سلم على جميع طاقم العمل، لانه عن جد كلكم شباب بتطيروا العقل، وشكرا جزيلا لانك كنت معنا. نورتنا يا عبد الله. شكرا شكرا، يعطيكم العافيه. مع الف سلامه جميع القائمين. باي باي.